ايناس ولا اي بروبليم تكنيك معناها خارج على نطاقك. خارج على نطاقي ولا نطاقك ولا تكنيك. مرحبا بك. يعيشك يعيشك. والله انا نسمع في البنات وعندي نص كتبته اسمه غاده. هي خاطر على ما اشوف في غاده غاده تويلي وكل الغادات اللي هما نساء اللي في الهجره وقاعدين تبارك الله يحركوا بصفه غريبه ويعطيهم الصحه. وناشطه ما شاء الله عليها غاده. سمعت في غيث التكست كتحب نقراه لك. اي نعم. نقول امنا الكبيره تونس تقولنا انتم شكون؟ تقولها انا غاده يا امي نسيتني كي كنت نجيك نطلع عليك ونقول لك احلى كلام. نسيت كي نتذكرك في الليل ونهدي لك احلى سلام. نسيت خوفي عليك كي قصيت عليك الايام. نقول لك بنيتي لاريتني لاريتك انت اللي مشيت يا بنتي يا بنتي انا نهار ما خليتك. تذكر نهار اللي مشيت وخليتني دمعتي سايله على بنتي اللي علمتها احلى كلام على بنتي اللي زرع فيها الاحلام وكي كبرت وزهد لها الايام خليتني دمعه سايله على خزناتي وبردان. فكوني يا غدا الحنينه فكوني وبقيتو رهينه تبعد وتنساو وكيف ما نسيت التعب اللي تعبت والكدر اللي قاسيت ولا ترجعولي ما تعقلونيش تبدل يا بنتي ولا سعيد معايا تعيش. فكوني يا غدا وهبطوريش تعبت يا بنتي يا تاجي يا مملكتي ملي قدرني باش يعيش تعبت ملي على حسابي يحب يربي الريش تعبت ولا احسن تنساني وما تجيش خليني نرجع ننسى خليني اما بيا ما تخليش. محلها اشعارك يا ايناس وكلها معناها متوجهه لام الناس الكل اللي هي تونس ولكلنا اولادها ان كنا خارج البلاد او داخل البلاد. انا نقول لكم شكرا ليكم وان شاء الله ديما ناشطين هكا. وقديش معناها المفهوم معناها المرأة خارج الحدود معناها خاصة من خلالكم انتم وانتم في عمر معين شباب وانتم شباب الثورة في حقيقة الأمر معناها قديشكم تتقدون نشاطا وحيوية. أنا أقول لكم إن شاء الله معناها على طول هالنشاط هدايا من أجل تونس ومن أجل معناها البلاد هذه.